بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى، وفي هذا الدرس نتحدث بشكل عام عن مكانة أسماء الله الحسنى في الدعوة إلى الله. بادئ ذي بدء، لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية وميزه بهذه القوة عن بقية المخلوقات. هذه القوة الإدراكية تستلزم طلب الحقيقة، فقد خلق فيه حاجة عليا للمعرفة، وما لم تلبى هذه الحاجة العليا، وما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، وما لم يبحث عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن أفضل شيء يمكن أن يفعله في وجوده، فقد هبط عن مستوى إنسانيته. هناك حاجات سفلى وحاجات دنيا، وهناك حاجات عليا مقدسة. فالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه القوة كي تلبى. لذلك الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة والذي يتعرف إلى سر وجوده وغاية وجوده هو إنسان لعله اقترب من أن يؤكد ذاته ويحقق وجوده في الأرض. النقطة الدقيقة أن أصل الدين معرفة الله، أصل الدين معرفة الله، وفضل معرفة الله على معرفة خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة كبيرة جداً بين أن تعرف شيئاً من مخلوقات الله وبين أن تعرف خالق السماوات والأرض؟ مسافة كبيرة جداً. قالوا: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. والآن فضل معرفة الله على معرفة خلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة الكرام، لو أن طفلاً صغيراً قال: معي مبلغ عظيم، كلمة عظيم، كم نقدر هذا المبلغ؟ نقدره بمئتي ليرة مثلاً. أما إذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى: أعددنا مبلغاً عظيماً لهذه المهمة، كم نقدر هذا المبلغ؟ بمئتي مليار. الكلمة نفسها قالها طفل فقدرناها برقم، وقالها إنسان آخر فقدرناها برقم. فإذا قال خالق السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، لذلك لا شيء يعلو عن مرتبة العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. بالمناسبة، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. أيها الإخوة، في نقطة بالإسلام دقيقة جداً، يمكن أن تتعرف إلى الله، ويمكن أن تضعف معرفتك بالله وتتعرف إلى أمره ونهيه.
لكن الحقيقة الصارخة أنك إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، بينما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وكأنني وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي الأولى. الصحابة الكرام قلة وصلت راياتهم إلى أطراف الدنيا لأنهم عرفوا الله، وحينما اكتفينا بمعرفة أمره ولم نصل إلى معرفته المعرفة التي تحملنا على طاعته، كما ترون حال العالم الإسلامي. والله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. نحن كما في الآية الكريمة والواقع المر لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، والكرة في ملعبنا، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الفرق الواضح بين الرعيل الأول من الصحابة الكرام الذين عرفوا الله وطبقوا منهجه فاستحقوا وعود الله عز وجل، وكما تعلمون جميعاً زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. على كل قضية العلم واسعة جداً. قال بعض العلماء: هناك علم بخلقه، يعني في عنا واقع، والعلم وصف ما هو كائن، ما هو كائن علم. هناك ظواهر فلكية علم الفلك، ظواهر فيزيائية علم الفيزياء، ظواهر كيميائية علم الكيمياء، ظواهر نفسية علم نفس، ظواهر اجتماعية علم اجتماع. فالعلم مختص بما هو كائن، وهو علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل، هذا هو العلم. لكن هناك شيء آخر، هناك علم بأمره. العلم بخلقه من اختصاص الجامعات في العالم، أي جامعة تذهب إليها، كليات العلوم والطب والهندسة والصيدلة وما إلى ذلك، هذا علم بخلقه. والعلم بخلقه أصل صلاح الدنيا، أصل صلاح الدنيا. والمسلمون مفروض عليهم فرضاً كفائياً أن يتعلموا هذه العلوم كي يكونوا أقوياء. لذلك العلم بخلق الله أصل في صلاح الدنيا. أما العلم بأمره أصل في العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ففي هذا التعريف الدقيق، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، هذا التعريف فيه كليات ثلاث، في كلية معرفية وكلية سلوكية وكلية جمالية. الكلية السلوكية هي الأصل، وما لم يستقم المسلم على أمر الله لن يستطيع أن يقطف من الدين شيئاً، هي الكلية السلوكية. المؤمن ملتزم، المؤمن مقيد بمنهج الله عز وجل، المؤمن في حياته منظومة قيم، في عنده فرض، في عنده واجب، في عنده سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مباح، مكروه تنزيهاً، مكروه تحريماً، حرام. العلم بأمره أصل في قبول العبادة. وبالمناسبة
العبادة واسعة جداً، هناك عبادة شعائرية وهناك عبادة تعاملية، والعبادات الشعائرية ومنها الصلاة والصوم لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لذلك قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. إذاً هناك علم بخلق الله، والمسلمون مدعوون إلى طلب هذا العلم، بل هو عليهم فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وهو أصل في صلاح الدنيا. بينما العلم بأمره أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف أحكام التعامل التجاري، أحكام التعامل اليومي، هذه كلها من أحكام الفقه، ولا بد من أن يتعرف الإنسان إليها لتأتي حركته في الحياة مطابقة لمنهج الله عز وجل. إنك بالاستقامة تسلم، بالاستقامة تسلم، لأنك تطبق تعليمات الصانع، وما من جهة في الأرض أجدر من أن تتبع تعليماتها إلا الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة وحدها، ولا ينبئك مثل خبير. العلم بأمره فرض عين على كل مسلم، العلم بخلقه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، بينما العلم بأمره فرض عيني على كل مسلم. كيف تعبد الله؟ من أجل أن تعبده لا بد من أن تعرف أمره ونهيه، فعلم بخلقه من أجل صلاح الدنيا ومن أجل قوة المسلمين، وعلم بأمره من أجل قبول العبادة، لكن بقي علم به. العلم بأمره وبخلقه يحتاج إلى مدارسة، إلى مدرس، إلى كتاب، إلى وقت، إلى مطالعة، إلى مذاكرة، إلى مراجعة، إلى أداء امتحان، إلى نيل شهادة. العلم بخلقه وبأمره يحتاج إلى مدارسة، ولكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. قالوا: جاهد تشاهد، يعني أنت حينما تلتزم وحينما تأتي حركتك في الحياة مطابقة لمنهج الله عز وجل، عندئذ يتفضل الله علينا جميعاً فيمنحنا وميضاً من معرفته جل جلاله. فلذلك صار في عنا علم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، وعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة أيضاً، والعلم بخلقه وبأمره الأول أصل في صلاح الدنيا ومن أجل قوة المسلمين، والثاني أصل في قبول العبادة، لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. فبقدر ما تضبط جوارحك، بقدر ما تضبط حركاتك وسكناتك، بقدر ما تضبط تطلعاتك وبيتك وعملك، بقدر ما يتفضل الله عليك بأن يمنحك شيئاً من معرفته. الحقيقة نحن أمام معرفته في طرق ثلاثة سالكة. أولاً بند آياته الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك من أجل أن نعرف الله لا بد من أن نتفكر في مخلوقاته، والآية واضحة جداً وفيها إشارة دقيقة إلى أن المؤمن يتفكر في خلق السماوات والأرض تفكراً مستمراً، ويتفكرون، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. فمن أجل أن أعرف الله ينبغي أن أتفكر في مخلوقاته، وهذا الكون أيها الإخوة ينطق
بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وقد قيل الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أول شيء آيات كونية تحتاج إلى تفكر. الآيات الكونية نتفكر بها، وهذا طريق آمن، لأن كل ما في الكون يعد مظهراً لأسماء الله الحسنى، وهذا موضوع هذا الدرس الأول. كل ما في الكون يعد مظهراً لأسماء الله الحسنى. ترى في الكون رحمة، إذا الله رحيم. ترى في الكون حكمة، إذا الله حكيم. ترى في الكون قوة، الله قوي. ترى في الكون غنى، الله غني. فكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. هذا طريق لمعرفة الله، التفكر في خلق السماوات والأرض. وبالمناسبة في بالقرآن الكريم 1300 آية. إخوتنا الكرام بربكم، إن قرأت آية فيها أمر تقتضي هذه الآية أن تأتمر، وإن قرأت آية فيها نهي تقتضي هذه الآية أن تنتهي، وإن قرأت آية فيها وصف لحال أهل الجنة تقتضي هذه الآية أن تسعى إلى دخول الجنة، وإن قرأت آية فيها وصف لحال أهل النار تقتضي هذه الآية أن تتقي النار ولو بشق تمرة، وإن قرأت قصة أقوام سابقين دمرهم الله عز وجل تقتضي هذه الآية أن نتعظ وأن نبتعد عن كل عمل يفعله هؤلاء. الآن السؤال، وإذا قرأت آية فيها إشارة إلى الكون، إلى خلق الإنسان، ماذا تقتضي هذه الآية؟ تقتضي هذه الآية أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. إخوتنا الكرام، 1300 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الكون وخلق الإنسان، والآية مرة ثانية أرددها على مسامعكم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذا طريق سالك إلى الله، التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو طريق سالك وآمن ومثمر. في طريق آخر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآن الطريق الثاني إلى معرفة الله أن تنظر في أفعاله، أن تنظر في أفعاله. الله عز وجل يفعل ما يريد، فعال لما يريد، وأفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة. وقد قال بعض العلماء: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. وطريق التفكر في أفعاله أو في آياته التكوينية. بالمناسبة هناك آيات كونية خلقه، وهناك آيات تكوينية أفعاله، وهناك آيات قرآنية كلامه. إذاً طريق معرفة الله التفكر في آياته الكونية خلقه، والنظر في آياته التكوينية أفعاله، ثم تدبر آياته القرآنية. ابن آدم مرة ثانية: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا
خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. أيها الإخوة الكرام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ في بالقلب فراغ لا يملأه المال ولا تملأه المتع ولا تملأه القوة. نحن بحاجة إلى الإيمان، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده أساسها تطبيق منهج الله، وكمال وجوده أساسها القرب من الله، واستمرار وجوده أساسها تربية الأولاد كي يكون هذا الابن استمراراً لأبيه. أيها الإخوة، إذا ممكن أن نرمز إلى الإسلام بمثلث في أربع مساحات. المساحة الأولى مساحة العقيدة، وأخطر شيء في الإسلام العقيدة، لأنها إذا صحت صح العمل، وإذا فسدت فسد العمل. بالمناسبة الإسلام بيقدم للإنسان تصورات عميقة ودقيقة ومتناسقة للكون والحياة والإنسان. لمجرد أن تقرأ القرآن أنت أمام منظومة تصورات عميقة ودقيقة ومتناسقة، تعرف سر الحياة الدنيا، لماذا أنت في الدنيا؟ ما حكمة المرض أحياناً؟ ما حكمة المصائب؟ لماذا هناك موت؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا قبل الموت؟ من أين وإلى أين ولماذا؟ أنت في عندك أمن عقائدي. لذلك الإنسان إذا شرد عن الله وتوهم أفكار معينة وآمن بها، قد يفاجأ مفاجأة صاعقة أن هذه الأفكار غير صحيحة. أما حينما يؤمن بالله ويؤمن بمنهجه، والمنهج يقدم له تفسير عميق دقيق متناسق لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان، عندها يفلح. فلذلك في هذا المثلث المساحة الأولى مساحة العقائد. لذلك الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني أفضل ألف مرة أن تقع في خطأ في مفردات المنهج من أن تقع في خطأ في أصل التصور. يعني ميزان غير منضبط، لو استخدمته مليون مرة الوزن غير صحيح، أما إذا كان منضبط وأنت أخطأت بقراءة الرقم هي مرة واحدة، فالخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. لذلك أفضل ألف مرة أن نخطئ في الوزن من أن نخطئ في الميزان. فالمساحة الأولى في المثلث هو مساحة العقيدة، فإن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. وما من انحراف في السلوك إلا بسبب انحراف في العقيدة. ولو أن العقيدة لا يتأثر بها السلوك اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من خطأ في العقيدة إلا وينعكس خطأً في السلوك. للتقريب، أحياناً الطيار يخطئ في تحديد الهدف في الجو بمليمتر واحد، هذا الملي في الجو ينقلب في الأرض إلى كيلومتر. فالخطأ في العقيدة له آثار سيئة جداً. لذلك يجب أن تصح عقائدنا، والإنسان بحاجة إلى أن يراجع ما يعتقد. أحياناً يعتقد بشيء غير صحيح، بخرافة أيام، بشيء شاع بين الناس، فلا بد من بحث في العقيدة
والشيء الدقيق، لو أن الله قبل من إنسان عقيدة تقليدا لكان كل الضالين في الأرض مقبولين عند الله، لكن لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تقبل العقيدة من المؤمن إلا تحقيقا. قضية قلد مرفوضة هذه، لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. المساحة الثانية في المثلث مساحة العبادات، والأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. العبادات قربات إلى الله، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة علة وجودنا بل هي سر وجودنا. لكن لهذه العبادة مفهومات ضيقة جداً ولها مفهومات واسعة. العبادة تدور مع الإنسان حيثما دار، في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل شؤونه. فلذلك المساحة الثانية العبادات. أخطر ما في الموضوع أن العبادات لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. لذلك النبي الكريم سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أي الصلاة. الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. شهادة أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فالعبادات الشعائرية كالصلاة والصوم لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. فلذلك المساحة الأولى مساحة العقائد، والمساحة الثانية مساحة العبادات، والمساحة الثالثة مساحة المعاملات. لما سيدنا جعفر سأله النجاشي عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية. حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذاً الإسلام مجموعة قيم أخلاقية. من هنا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس أركان الإسلام. الإسلام بناء أخلاقي، بني الإسلام على خمس. لذلك قالوا الإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أول مساحة العقائد، الثانية العبادات، الثالثة المعاملات. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. المساحة الأخيرة مساحة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ما لم يكن المؤمن متمسكاً بمكارم الأخلاق، ما لم يكن منصفاً، ما لم يكن متواضعاً، ما لم يكن رحيماً، فكأنه لم يقطف ثمار هذا الدين. أيها الإخوة، هذا تقديم وتمهيد لموضوع أسماء الله الحسنى. يقول
الله عز وجل الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ويقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. وهاتان الآيتان وهذا الحديث نشرحهما إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.